خلال أيام قليلة من شهر يناير الحالي هتنطلق فعاليات الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبالتحديد من 26 يناير ل 7 فبراير اللي جاي. وكانت وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم عقدت مؤتمر صحفي تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أعلنت من خلاله تفاصيل الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، واللي هيقام تحت شعار هوية مصر، الثقافة وسؤال المستقبل. وطبعا كاميرا يحكى أن ما كانش ينفع تفوت المؤتمر ده، وكانت موجودة عشان نقدر نعرف أكتر عن تفاصيل الدورة الجديدة للمعرض والجديد اللي هيكون موجود في المعرض. تعالوا مع بعض نعرف إيه اللي هيكون موجود جديد في معرض الكتاب، ونرجع على طول نبتدي كلامنا عن كتابنا اللي هيكون معانا النهاردة. يسعدني اليوم إعلان إطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، والذي يقام تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. تأتي الدورة الحالية تحت شعار هوية مصر، الثقافة وسؤال المستقبل، وتتواصل فعاليات الدورة خلال الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية. وتحل دولة اليونان كضيف شرف المعرض، وتم اختيار الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتابة أطفال. كما تم استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي، وزيادة قيمة جوائز المعرض إلى 40,000 جنيه بدلاً من 10,000 جنيه في كل مجال ثقافي بالتعاون مع البنك الأهلي. هوية مصر هي القضية التي يطرحها المعرض هذا العام ويناقشها ويركز عليها. جهود وزارة الثقافة المصرية التي أصرت أن يكون المعرض واجهة ثقافية لمصر والوطن العربي. الحمد لله احنا تشرفنا بوجودنا السنة اللي فاتت في الدورة 52، وهي فعلا كانت دورة استثنائية، والحمد لله قدرنا ان احنا يعني نكون قد التحدي إلى حد ما، وعملنا المنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وهي كانت المنصة رائدة في مجال المعارض، وفعلا في دول كثيرة جدا من الدول اللي بتقيم معارض على مستوى العالم أخذت أفكار من الأفكار اللي احنا طرحناها في المنصة السنة اللي فاتت، وده كان يعني بالنسبة لمصر حاجة كبيرة جدا وحاجة شرفتنا احنا على المستوى الشخصي.